حضرتك هل انت وزملائك اتكلمتوا وقلتوا ايه السبب، ايه اللي حصل، ايه الموضوع، مين اللي جاب اجيري، هل مين اللي مسؤول عن تعيينه، كل هذه الاشياء هل اتكلمتوا فيها؟ بص يا استاذ عمرو، عشان بس تبقى القصه واضحه، يعني انا اسف ان انا هخش في حاجه شخصيه وبعدين اخش في الجماعي. لا اتفضل. انا انتخبت 31/10/2018 عضو مجلس اداره، وبعدين انتخبت من داخل المجلس في 5/12 تقريبا نائب لرئيس اتحاد الكوره، لان كنت قبل كده نائب في 2005، وده كان طبيعي ان انا اعود للموقع الطبيعي كنائب لرئيس الاتحاد المصري لكره القدم. الاتفاق مع اجيري او اجيري بدا عمله في شهر 8، لكن خلاص بقى في مدير فني موجود. وعلى فكره اجيري كمدرب عنده سي في كويس، يعني اجيري لما تيجي تبص على السي في بتاعه سي في كويس، فاخترت مدرب بناء على سي في. وعلى فكره الراجل كان بيلقى قبول في البدايه، كسب تونس ومش عارف كسب ماتش 6 وكسب ماتش 5، كانت النتائج ماشيه معاه بشكل كويس. يمكن من قبل البطوله الافريقيه بدات القصه شويه تبقى ملخبطه معايا، لكن الاتصالات بيني وبين الاعضاء لا تنقطع، يعني حصل اتصال مع اكثر من عضو بالامس يعني. ولقيت على فكره التوجه كله انه الطبيعي ان احنا نستقيل وان احنا نمشي ونترك الفرصه للجميع انه يرتبوا الاوراق، يعيدوا الاوراق من اول وجديد للمرحله القادمه يعني. طب لكن وزير الرياضه في اتصالك بيه الساعه 4 الصبح، لانه ده حضرتك بعد ما تخلصت الهواء، احنا كنا بنتفرج عليك بالليل امبارح. نعم. بعد نعم. 4 الصبح حضرتك قال لك انه ايه خريطه الطريق، يعني هم شايفين ايه؟ لانه طبعا احنا مش سامعين اي تصريحات رسميه لغايه دلوقتي. لا هم طبعا الاول استقاله الاتحاد، ده اللي كان يعني طالما في اجماع على استقاله الاتحاد، بعدها اما هتكون في لجنه، واعتقد هو ده الافضل يعني، لانه طبقا للائحه استاذ عمرو بيبقى المدير التنفيذي هو اللي بيدير الاتحاد لحد ومع المدير المالي القادمة. المدير التنفيذي والمدير المالي، الحقيقه كل احترامي طبعا ليهم، لكنه ما يقدروش يديروا الاتحاد من ناحيه بقى البطولات ومن ناحيه الاستعدادات ومن ناحيه الدوري. انت داخل لسه الدوري العام عندك ما اكتملش، لسه بطوله كاس مصر لسه ما اكتملتش، عندك بطوله قرعه بطوله الامم الافريقيه في اول شهر 8 المقبل، وبالتالي انت محتاج لجنه قياده. وانا يعني محتاج اتحاد مؤقت يعني لجنه ما تزيدش عن 5 اشخاص. وخلي بال حضرتك الكلام اللي هقوله لك ده بقى مهم جدا، كلما زادت يعني المقاعد وكلما زاد عدد الافراد على الترابيزه كلما زادت الخلافات. وانا بنصح ان يتم تعديل في لائحه الاتحاد المصري لكره القدم ان عدد الاعضاء يقل، يبقى رئيس ونائب رئيس واربع اعضاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عشان تعرف تنجز، عشان تعرف تشتغل بشكل كويس، او ماكسيمم 5 اعضاء. ده مهم قوي. انا بتصور انه سياده الوزير بيفكر في اتجاه لجنه تدير الاتحاد، بس مين الاشخاص؟ انا الحقيقه مش عارف، في ترددت اسماء كثيره جدا جدا جدا. كان في مكالمه ثانيه النهارده بيني وبين سياده الوزير، وقال لي كل ما تم ذكره الاسماء دي كلها مجرد اجتهادات ولا اساس لها من الصحه على الاطلاق يعني.